السلام عليكم متابعي القناة. إلى هذا الفيديو الجديد والذي يخص قانون استيراد السيارة المستعملة لأقل من 3 سنوات. وكشف بيان للوزارة الأولى أن الوزير الأول نوار بدوي كلف كل من وزير المالية ووزير التجارة بوضع تصور حول الآلية القانونية الكفيلة بالترخيص للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة. وكشف مصدر من المديرية العامة للجمارك الجزائرية لموقع أن مشروع القرار لن يختلف كثيرا عن مشروع قرار كانت مديرية الجمارك بالتنسيق مع وزارة التجارة قد أعدته في عام 2016 بناء على أمر الوزير الأسبق للتجارة بختي بالعايد. ويتضمن مشروع القرار التالي: أولا، تتجه وزارة التجارة لاقتراح أن تكون بحث الاستيراد مخصصة تحديدا لأصحاب شركات تجارة السيارات أصحاب الوكالات الولائية المعتمدة بالنسبة للسيارات القديمة أقل من 3 سنوات من أجل تنظيم العملية أكثر، مع السماح للجزائريين العاديين باستيراد السيارة الجديدة تماما. تتجه وزارة الصناعة لاقتراح عدم السماح باستيراد السيارات أقل من 3 سنوات من الماركات التي يتم تركيبها حاليا بالجزائر. أسعار رسوم استيراد السيارة الجمركية لن تقل عن 50 مليون سنتيم، ويمكن أن تصل إلى 700 مليون سنتيم حسب نوع السيارة والسنة. لا تتعدى فترة بقاء السيارات في انتظار تسوية الوضعية 6 أشهر، تتعرض بعدها السيارات للمصادرة. في الأخير نتمنى أن يكون هذا القانون في صالح المواطن البسيط. في الأخير لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. إلى اللقاء.